السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ جهيوات الفاسية. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. أولا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته أجمعين. اليوم غادي نحضروا، بغيت نحضر ونشارك معكم الوجبة ديالي ديال اليوم. عندي هنايا طلعة ديال اللحم ديال الغلمي، عندي البطاطا حلوة أنا كتعجبني مع اللحم مفورة، عندي البطاطا العادية وعندي القرعة وخيزو. وبغيتو تضيفوا أي خضار بغيتو وديروهم، أنا بغيت نكتفيت بهادو هاد النهار اليوم. عندي المعدنوس مقرب، العطرية، عندي الخرقوم، سكنجبير، قزبر يابس، فلفل اسود، ثوم بودره والبصل بودره والزعتر مطحون والملح وزيت الزيتون. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذو السوبيرا، غادي ننزلو العطريه كامله لان عندي الخضره واللحم كثير، غادي نهبطها كامله. غادي ندير المعدنوس، غناخد زيت الزيتون بقدر يعني شوية كافي اللي غادي يكفيني باش نشغل. صافي، دابا غادي ندير نخلط هاد العطرية مزيان. غادي ندف الماء شوية بشوية، مديوش مرة واحدة، دافو شوية بشوية حتى تشوفوا ان يعني كافية باش تشرموا فيها اللحم والخضر ديالنا. انا اللحم غادي نديرو في الكسكاس ديال الكوكوط، اما الخضر فغنديرها غير في الكسكاس طنجرة بالكسكاس عادية لان اللحم مغاديش يتساعلي مع الخضرة. صافي، دابا غادي ناخذ الكوكوط ديالي، غنخلي الخضره جانبا وغادي نجيب طنجره ديال الكوكوط باش نحط اللي شرملتها، غادي نزلها فيها. دابا غادي ناخذ اللحم، غادي نحاول انني ندخل مزيان العطريه بيدي، غنخدم يديا غير نشرمل ونحط جانبا هانتوما. ممكن هذا نهز بيه حتى كتشرملوها مزيان كتجي شاربة. هي الضلعة كتبغي انها يعني تفور احسن وتحمر في الفران الا بغيتو، احسن ما تطيبوها مرق، ولا كتصلح كديروها قديد حتى قديد كتجي زوينة. يعني اللي شرملتها هذا صافي، غادي نزلو باش كتبقى لي البلاصه فين نشرمل. خاص العطريه تشرب مزيان هذا اللحم يكون جاي شارب. نحط جانبا هادو قطع صغار، وكنعتذر يعني غبت عليكم ما نزلتش هذه المده، كان عندي كيما قلت لكم مشكل في التليفون. يلا كنقاد فيه. صافي، هادي وحده. صافي، نزلو اللي شرملتوها كديروها في الكوكوط.
حتى كتبقاو تهزوا بها على الثانيه لانها كتاخذ الشرموله. انا الا شت ان العطريه اللي بقات ما تكفينيش للخضار غادي نزيد شويه د العطريه شويه شويه من داكشي كامل اللي درت باش كتجي حسن خضره واخده النصيب ديالها من العطريه. حاولوا مزيان تخرو كيما قلت لكم العطريه. انا العطريه اللي بقات لي غادي تجيني قليله غادي نزيد العطريه ونرجع نكمل معكم باش ما نطولش عليكم. انا زدت العطريه كيما قلت لكم بحال نفس اللي درت في الاول. دابا غادي ناخذ البطاطا عفوا الخزو غادي نديرو فوق اللحم حيت هو كيبغي طياب. غادي ناخذ غنزلو كامل بحال هكذا. غادي ناخذ الكوكوط وغادي ننزلو فوق من اللحم نهزو غير بحال هكا حيت هو كيبغي كيما قلت لكم قاصح شويه خزو ما عرفتش علاش هاد السنه ما كيبغيش يطيب دغيا سواء في المرق او لا كسكسو او لا يعني مسلوق شلاضه ولا اي حاجه بغينا نخدموه. هذاك علاش غادي نديرو ونقفل عليه. اما الباقي القرعه والبطاطا حلوه والبطاطا اخرى فيعني ما كياخذوش وقت باش يطيبوا. صافي كما قلت لكم ممكن تضيفوا اي خضار بغيتوا. انا اكتفيت بهذه ديال اللي درت دابا اليوم. دابا غادي ناخذ هذا جانبا وغادي نجيب كسكاس دابا غادي ناخذ القرعه يعني نحاول ننزل الخضره كامله انا اللي بقات لي. صافي غادي كما تعودت غادي نخدم يدي باش نخلطها باش تخلط مزيان يعني كتشرب داك العطريه. يكون ما جات شاربه كتجي زوينه. كندير انا حتى القصبيه كنفورها كتجي زوينه مع اللحم اولا مع الدجاج مرافقه. يعني الخضر كلها زوينه نعمة من عند الله الحمد لله عليها. انا كندخل مزيان العطريه حتى تجي شاربه كامله. صافي دابا في الكسكاس غادي نفرقها ما غاديش نديرها يعني مشروكه. غادي نبدا بالبطاطا العاديه في جانب وندير القرعه في جانب يعني غادي ندير شي على شي. البطاطا الحلوه البنات دغيا دغيا كتفور يعني واخا ديروها هي فوقانيه دغيا كطيب هي دغيا يعني خفيفه دغيا كتدخلها الطياب. ناخذ هكذا وهكذا بطاطا. انا داك البطاطا الحمراء وهنايا البطاطا الحلوه فاس سبحان الله لونها مغاير القشره ديالها حمراء مع على برا وهي حمراء اورانج من الداخل يعني ليمونيه وبنينه ماشي بحال اللي كاينه في كازا وفي محمديه او لا انا فين ساكنه في بوزنيقه كاينه البطاطا من الداخل بيضاء وخا القشره ديالها برا يعني حمراء الداخل ديالها بيض ماشي بحال هذه ما يعني سبحان الله واش على حسب التربه او لا النوعيه ديال الزراعه ولا صافي.
هانتوما دابا غنقرب لكم. هانتوما شفتوا كيفاش درت ليها، كتستفوها عادي. دابا غادي ناخذ البطاطا الحلوه، غادي نديرها كلها من الفوق، غادي تطلق داك الحلاوه ديالها. كتجي الخضره بنينه ما شاء الله، ما تشبعوهاش وصحيه. يعني الناس اللي ما كيبغيوش المرق، هذه كتجي صحيه وزوينه. غادي ندير شويه هنا هاد العطريه هادي فوق الخضر، والباقي غادي نديرو فوق اللحم باش كيزيد ينزل عليه وهو كيتفور. صافي هنا غنكتفي، وهاد الباقي غنخويه فوق اللحم وغادي نديرهم يتفوروا. ونتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم وتجربوها، ونتلاقاو في شي وجه ان شاء الله وباش نقدموه. انا زدت واحد البصيلات كيجيو زوينين، ما درتهمش في الاول، يلا زدتهم. صافي هذه الخضره القرعه والبطاطات بجوج والبصله، وهنا اللحم كما وريتكم وخزو اللي كانه كيبغي يطيب. ونتلاقى ان شاء الله في شي وجد. ها الغدا ديالنا وجد، اللي درنا اللحم طلع مفور بالخضر نتوما، وهذا التزيين الطريقه ديالي اللي زينت بها طبق التقديم، ورافقت معاه شلاضه مشكله، يعني سلطه ماروكان ديال الخيار ومطيشه والبصله والفلفله الخضراء والمايونيز ومخللات الزيتون كورنيشون والشيفلور والبرقوق. وبصحه وراحه، وما تنساونيش باللايك والبارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وبصحه وراحه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.